السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنت منا بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات اليوم الإخوان عندنا واحد الموضوع مهم جدا وهما تسريبات ديال الخطة ديال فرنسا والجزائر بقوا معي الإخوان شوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع دائما كانت منكم أنكم دعمونا باللايكات ديالكم دعمونا بالبارتاج كذلك الاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا وبالنسبه للمتتبعين الاوفياء فكنشكركم بزاف للدعم ديالكم المتواصل كنشكركم بزاف للتعليق ديالكم الجميله واللي كتخلي لنا واحد البصمه راقيه على قناتكم المتواضعه عالم اسكا ودائما احنا مستمرين في القضيه المقدسه عند الشعب المغربي العظيم اللي هي قضيه الصحراء المغربيه الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقدين كذلك دائما احنا مستمرين في فضح العصابه الحاكمه الجزائريه على بركه الله غادي ندخلوا صلب الموضوع اخواني اخواتي كنا متوقعين على حسب الزيارة ديال الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر كنا كنت بلي كاين شي مؤامرة ما بين الجزائر وفرنسا ولكن كاينه تحت الكواليس ضد المغرب وتشويش على الملف ديال الصحراء المغربية اليوم تسريبات شنو كتقول كتقول بلي الجزائر قال لك غادي تكشف لماكرون واحد التقرير اللي غادي يوجه اتهامات اتهامات خطيرة بشأن دور المغرب في مالي ومن المعروف أن الجزائر ومن المعروف ان الجزائر كتخدم المصالح ديال ماماها فرنسا، صفطات الجنود ديالها من الشعب الجزائري باش يحميو المصالح ديال ماماها فرنسا، مالي حاضره في قلب المباحثات اللي غادي تجري بين الرئيس الفرنسي ماكرون والنظام العصاباتي الجزائري، وهذه الزياره اللي كيعتبروها زياره رسميه للجزائر اللي غادي تكون نهار 25 و 26 غشت الجاري، ووعد النظام الجزائري وعد الفرنسيين بمعلومات مفصلة مدعومة بأدلة دامغة بشأن ما تصفه الجزائر بأن دور المغرب الغير صحي في أزمة مالي والساحل وعلى أن السلطات الجزائرية تستعد للكشف لنظيرتها الفرنسية خلال الزيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر العاصمة عن تقرير يوجه اتهامات خطيرة للمغرب وكتهم الجزائر الأجهزة المغربية بأنها حرضت أو سهلت تنظيم العدد من الأعمال المسلحه لي دبرتها جماعات كتصنفها المخابرات الجزائريه الفاشله على انها تابعه للاجهزه المغربيه شفتوا الاخوان هاد الناس هاد الخبث ديال الناس جلاله الملك يمد لهم اليد ديال العون اليد ديال دي الاسلام اليد ديال دي الصدقه ديال الاخوه ومن الجانب ديالهم دي دائما كيبحثوا على خطط ومؤامرات ضد المغرب ولكن مؤامرات فاشله على حد القول ديال هاد النظام العسكري الفاشل كيقولوا لي غادي تكون هاد الاتهامات الخطيره موضوع عرض دقيق خلال الاجتماعات اللي غادي ما بين كبار الامنيين الفرنسيين والجزائريين إذن الاخوان من بعد ما فقدوا هذا الامل وفشلوا في يعني في كل المناولات ديالهم خصوصا فشلوا في القضية ديال التجسس ديال بيغاسوس والمغرب يعني وقفهم ووصلهم حتى المحاكم الدولية أو أمام القضاء اليوم ها هما بواحد الخطة جديدة وهما متواطئين مع فرنسا أو ماما هم فرنسا بغاو يوصلوا لفرنسا بلي المغرب راه كيعرقل المصالح ديالها في مالي يعني هاد الخطة من الخطط الفاشلة كالعادة ديالهم العصابه الجزائريه دائما الاخوان كتبين للعالم باللي ما كانش فوق هذا الكون ما شي يقوم فوق هذه الارض اغبى منهم الرئيس الجزائري حشكوم قال لك باغي المناقشه ديال هذا الاتهام علنيه مع ايمانويل ماكرون لاقناعه بان المغرب كيلعب دور خطير ومثير للقلق في المنطقه ديال الساحل واللي دعم هاد الاتهامات السلطات الجزائريه قال لك باللي العدد ديال النشطاء الماليين او القاده السياسيين واللي عندهم واحد العلاقه وطيده ومهمه مع الرباط واللي كيتهموا هاد الاشخاص باللي عندهم صله بحركات مسلحه العصابه الجزائريه كتدعي انها كتمتلك معلومات ملموسه ممكن تحقق منها وبالنسبه للجزائر الرباط قال لك باغيه تزعزع جنوب الجزائر من خلال زياده بؤر التوتر بشمال مالي ودعم الاطراف المعاديه للتدخل الجزائري في ملف مالي بشكل فعال هذه الاتهامات اللي وجهها السيد حشكم خلال خروجه في تصريح اعلامي لكن دون تسمية المغرب مباشرة وخلال مقابلة رئاسية قال باللي بعض الأطراف تريد تصعيد الموقف أن تدهور الوضع في مالي يثير شهية دول معينة وأضاف في كل مرة نحاول فيها جمع الإخوة المتحاربين الماليين معا في بلد معين كتدخل اطراف معينه يعني الدوله اللي هوك او يعني المخزن الجزائر قال لك المغرب كيحسدوا على الدور المؤكد باللي بلاده كيتعامل مع الدول الافريقيه بحسن نيه وهنا هاد العصابه يا الاخوان المكلخه الغبيه كتقلب غير شي فرصه باش تكيد مكيده للامبراطوريه المغربيه الشريفه اللي قهرتها بالانتصارات والانجازات والشراكات مع دول كبرى وهي بقات في عزله دوليه فيما يخص العلاقات الفرنسيه المغربيه هنا فرنسا وسعات صعيد ديالها وهذا لا يبشر بخير هذا يؤدي الى قطع العلاقات لان الرفض ديالها للمنح خصوصا ديال الطلبه حاليا اللي الملفات ديالهم باش ياخذوا التاشيره خصوصا ان الجامعه الفرنسيه قبلت قبلتهم في فرنسا ولكن رفض التاشيره هنا بزاف ديال ديال الطلبه رفعوا دعوات للسفراء باش تبرر لهم السبب ديال الرفض هاد الاخيره يعني باش تعطى لهم تاشيره ولكن فرنسا اختارت التصعيد وادعت ان المغرب غير متعاون معها في اعاده مواطن مواطنيه المخالفين يعني شروط الاقامه بفرنسا وبالنسبه لفرنسا اللي ما بغاش تعطي واحد الموقف ثابت فيما يخص الصحراء المغربيه ففرنسا كتعرف جيدا تاريخ الدول المغربيه فرنسا اللي كتعرف تاريخ وجغرافية الدول المغربية وكتعرف كذلك أن الصحراء مغربية والتاريخ كيشهد على أن فرنسا هي اللي كتعرف تفاصيل جغرافية الإمبراطورية المغربية الشريفة فالمطلوب يعني من فرنسا أن تبادر باريس إلى الوقوف في صف الحق والمشروعية وتعترف رسميا بسيادة المغرب على صحراء إيه بناء على المعطيات التاريخية والسياسية والقانونية والاجتماعية وكذلك الثقافية اللي كتعرفها فرنسا أكثر من غيرها من الدول لكن فرنسا اختارت تصعيد الدبلوماسي مع المملكة المغربية هنا يعني هذا التصعيد من بوابة تقليص المنح ديال التأشيرات يعني ما كتعطيش تأشيرات للمغاربة وقلصات يعني منح التأشيرات إلى سبعين في أو أكثر من سبعين في المئة يعني عدد رفض الفيزا في المغرب إلى أكثر من سبعين في المئة وهذا الشيء اللي يدخل علاقة الدبلوماسية في واحد الأزمة الصامتة بين البلدين ففرنسا اختارت أنها تبقى في المنطقة الرمادية وتبقى دائما في الغموض وفرنسا اللي كان من المتوقع انها تعبر على نفس الموقف اللي عبرات عليه الاداره الامريكيه يعني في الاعتراف بمغربيه الصحراء او دعم المقترح ديال الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه لكن فرنسا اختارت التصعيد فرنسا تبعات طرق الكحلة ديال الكابرانات هنا الخطاب الملكي تضمن إشارات قوية حيث تم التأكيد على أن الصحراء المغربية هي لب السياسة الخارجية للمملكة المغربية الشريفة وأن هذه القضية هي المحدد الأساسي في أي تحرك دبلوماسي يعني الخطاب ديال جلالة الملك محمد السادس حافظه الله واضح جدا باللي الملف ديال الصحراء المغربية هو النظرة اللي كينظر بها المغرب العالم ودعا الشركاء ديالو الى توضيح الموقف ديالهم بشكل لا يقبل التاويل كإشارة إخواني أخواتي البارح من بعد الخطاب ديال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الصحف والجرائد الإسبانية كاملهم أشادوا بالمضمون ديال الخطاب إلا الصحف الفرنسية خصوصا الصحف اللي كتهتم بالدول المغاربيه والاخبار ديالهم هاد الصحف ما اشارتش نهائيا لهذا الموضوع او الموضوع اللي تكلم عليه صاحب الجلاله محمد السادس حفظه الله